الصين هي التهديد الأول. أكثر من مرة صدرت تصريحات أمريكية في هذا الشأن، وحالما تحدد القوة العظمى السقف تترقب موقف الحلفاء. المطلوب من هؤلاء السير في الركب نفسه، وإلا فسيكون هناك كلام آخر. المعلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ الأموال والتكنولوجيا في أوروبا الشرقية مقابل ما لا تستطيع باريس وبرلين مثلا تقديمه إليها، أي موقف واضح من العلاقات مع الصين. فهل ستفتح أبواب السعد الاقتصادي أمام دولتين هما الأكثر فقراً كبولندا وأوكرانيا مقارنة بحلفاء واشنطن الأوروبيين التقليديين؟ وهل هي تملك أساساً مفاتيح هذه الأبواب؟ صحيفة The Guardian البريطانية تكشف في هذا الصدد أن فرنسا وألمانيا تخاطران بفقدان موقعهما المهيمن في الاتحاد الأوروبي بسبب السعي الأمريكي إلى تحويل مركز الثقل الجيوسياسي إلى أوروبا الشرقية. ويستشهد المقال بما سماه معجزات اقتصادية بعد الحرب ككوريا الجنوبية واليابان وألمانيا الغربية. فهل ستتبنى الولايات المتحدة دولاً في أوروبا الشرقية في إطار الاستفادة من إعادة تقسيم النظام السياسي؟ الأكيد أن سقف الخصم أو العدو هو المعيار، وهذا على قاعدة ما قاله نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر كروشكو من أن منظمة حلف شمال الأطلسي لا تستطيع العيش من دون اختلاق عدو لها. الناتو برأيه يبحث عن مواقع جديدة، وقد وصل إلى آسيا وحدود الصين، وهو يتحرك في اتجاه حدود العدو المحتمل. المفارقة تكمن في أنه إذا صحت الاستدارة الأمريكية نحو أوروبا الشرقية، فستكون يوما في مواجهة محتملة مع ما يسمى جيش الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من الدعم الفرنسي والألماني لسياسة الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.